قامت أجهزة الأمن الروسية باعتقال الناشط التتري إيديم بيكيروف عند اجتيازه الحدود البرية لشبه جزيرة القرم المحتلة. وذكر رئيس مجلس شعب تتار القرم رفعت شبارف على صفحته في فيسبوك أن الناشط إيديم بيكيروف اعتقل من قبل الأمن الروسي عند اجتيازه الحدود البرية مع شبه جزيرة القرم المحتلة، حيث كان يعتزم زيارة والدته البالغة من العمر 78 عاماً. وأضافت شبارف أن عناصر الأمن الروسي ألقوا القبض عليه في قسم الجوازات وتم اقتياده إلى مقر جهاز أمن الدولة الروسي FSB في سيمفروبل. وأكدت شبارف أنه لا يمكن الاتصال مع بيكيروف في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن بيكيروف خضع لعمليات جراحية في القلب في يناير 2018.